وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب السياسي اليمني نبيل البكاري. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل. بداية، ما هي الانتهاكات التي وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بالخطرة والتي يرتكبها الحوثيين ضد المعتقلين في مناطق سيطرتهم؟ لا شك أن التقرير هو يعني تحدث عن حالات نموذجية من التعذيب الممنهج الذي نال المعتقلين السياسيين والمعتقلين الصحفيين في هذه تسبون جماعة الحوثي. لكن هي هذه العينة الاختيارية أو البسيطة هي تعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعانيها المعتقلون المختفون قسريا، سياسيين ونشطين وصحفيين في سجون المعتقلين، في سجون الميليشيات الانقلابية في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات الأمر الواقع الانقلابية. هذه الانتهاكات من تجويع، من حرمان من النوم وحرمان من الأكل، وأيضا الحرمان من العلاج وتناول العلاج، وخاصة للمصابين بأمراض مختلفة، مما أدى إلى سوء حالتهم الصحية بشكل كبير، وتداعيات الحالة الصحية لديهم تصل لمرحلة الخطورة والحرج بالموت. يعني لماذا تقوم ميليشيا الحوثي بتعذيب المدنيين كما ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش؟ هي سلطة أمر انقلابي، أمر واقع انقلابي، تمارس كل أشكال القمع القهري ضد المعتقلين، و هذا ديدنها وسياستها التي تقوم على إخضاع المعتقلين لجلسات تعذيب ممنهجة للحصول على الاعترافات وتحت الضغط والقهر. لكنها في حقيقة الأمر أيضا مثل هذه الانتهاكات الوحشية التي طالت سجنا لم تصل إلى نتيجة فيما يتعلق، وخاصة أن بعضهم يقبع في سجونها منذ أكثر من عامين، لم تصل إلى أي حقائق، ومن تم استدراجهم تحت القهر والقمع إلى الاعتراف ببعض التهم. لكن في حقيقة الأمر أيضا حتى الجانب القضائي الذي رفعت بملفات بعضهم إليه لم يثبت من هذه التهم شيء. طيب، يعني المنظمة وجهت دعوة إلى زعماء الميليشيا لإطلاق سراح المعتقلين، إلى أي مدى ترون إمكانية استجابة ميليشيا الحوثي لمثل هذه الدعوات؟ لا يمكن على الإطلاق أن تستجيب هذه الميليشيات القمعية الانقلابية لدعوات المنظمات الدولية، بالنظر إلى أنها تستخدم ورقة المعتقلين سياسيا والمعتقلين الصحفيين، ورقة بيدها لمزيد من يعني كآخر أوراقها، وخاصة في إطار تراجعها العسكري والميداني في كثير من المناطق. لماذا لا يحال إلى يعني هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم؟ هناك عدة ملفات يتم التحضير لها من قبل ناشطين يمنيين، ناشطين في مجال حقوق الإنسان، وتم مناقشة البعض منها اليوم في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وسيصعد هذا الملف إلى درجة كبيرة بحيث يرفع إلى محكمة الجنائية الدولية. هل تعتقدون أن تصاعد هذه الانتهاكات، أنا أتكلم عن انتهاكات ميليشيا الحوثي، ترتبط بالوضع الميداني للميليشيا في اليمن؟ لا شك أنه كلما زادت وضعها العسكري سوءا، كلما استطاعت أو لجأت إلى إخراج غضبها ضد وانتهاك حقوق المعتقلين السياسيين والمعتقلين الصحفيين والناشطين في مناطق سيطرتها. أستاذ نبيل، أخيرا، كيف تقيمون فيما يخص الشأن الحقوقي اليمني، كيف تقيمون أداء بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن التي يترأسها مارتن جريفيث؟ الجانب الحقوقي أنا أعتقد هناك تقصير كبير في هذا الجانب من قبل المنظمات الدولية، وتحول ورقة المعتقلين السياسيين إلى ورقة سياسية أو يتم التلاعب بها من قبل المنظمات الدولية بشكل كبير، مما انعكس في أداء هذه المبعوث الأممي، وانعكاس أيضا في كثير من المنظمات التي تحولت إلى أحد أوراق اللعب السياسي في الأزمة اليمنية. الكاتب السياسي اليمني نبيل البكاري، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.